أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن توفير خدمة حجز المواعيد لإجراء الفحص النهائي للحالات الخاضعة للحجر المنزلي من خلال المركبات عبر تطبيق مجتمع واعي، وذلك مواكبة لآلية الفحص الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الصحة والمقدمة بمركز الفحص في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات المخصص لفحص الحالات، ما يعكس حرص الحكومة الموقرة على تقديم مزيد من التسهيلات على المواطنين والمقيمين لإجراء الفحوصات ضمن الخطط الاحترازية والوقائية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضحت الهيئة بأن الخدمة الجديدة خصصت للحالات الخاضعة للحجر المنزلي المقررة ب14 يوما، إذ بإمكانها حجز مواعيدها لإجراء الفحص من خلال التطبيق، وذلك قبل 3 أيام من انقضاء مدة الحجر المنزلي دون الحاجة للاتصال بالرقم 444 لحجز المواعيد كما كان معمول به سابقا، ما يتيح لهم الاستفادة من الآلية الجديدة، ويمكن الفريق المختص بإجراء الفحوصات لهم من خلال تواجدهم في مركباتهم الخاصة لدى زيارتهم مركز الفحص في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات دون الحاجة للخروج منها، إذ ستباشر الكوادر الطبية والفنية تقديم الرعاية اللازمة وفقا للمعايير العالمية وخلال فترة زمنية قصيرة.